افتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد مسجد العلي القدير بمنطقه القبوط الجديد بمحافظه بورسعيد في اطار خطه وزاره الاوقاف لاعمار بيوت الله. ضمن خطه وزاره الاوقاف الراميه الى اعمار بيوت الله مبنى ومعنى، ياتي افتتاح مسجد العلي القدير بمحافظه بورسعيد، أول مسجد يقام بالقرب من محور 30 من يونيو الذي اختصر المسافة بين بورسعيد ومحافظات الجوار. هذا الصح العظيم مسجد جامع بمعنى الكلمة، ونحن الحقيقة ندعم وبقوة الجهود التي ونكون إلى جانب أهل الفضل الوطنيين الذين يسهمون في بناء بلدهم، سواء في بناء المساجد أم في بناء المدارس أم المستشفيات. هذه الروح المصرية التي تستحق الدعم والتشجيع. احنا النهاردة في أحد المساجد العامرة اللي بتعمر بيوت الله سبحانه وتعالى، أهالينا الموجودين في منطقة الأبوط النهاردة عندهم مسجد على أعلى مستوى، زي ما قال معالي وزير العرف مسجد الجامع اللي هو بيجمع أهالي المنطقة إن شاء الله، وبيستوعب كل أهالي المنطقة إن شاء الله حتى في المراحل المستقبلية. المسجد أقيم بالمشاركة المجتمعية بين أهالي المحافظة ووزارة الأوقاف، متميزا بمبانيه الفريدة ونقوشه الإسلامية على الجدران. هذا المكان هو في منطقة نائية، هو مصباح ينير لهذه المنطقة في المستقبل، وأتمنى أن كل رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني تساهم مع الدولة المصرية كتف بكتف لبناء المساجد والمدارس، وأيضا وضع أمور كثيرة لخدمة هذا الوطن. المسجد مساحته تقريبا 4500 متر الأرض نفسها، لكن المسجد تقريبا الصحن بتاعه يصل لحوالي 800 أو 900 متر، بيسع أكتر من حوالي 1200 مصلي. وبعدين ما شاء الله اتعمل كويس قوي، اول المنطقه دي ان شاء الله هيبقى مناره للمنطقه كلها. مساجد ياتي تشييدها باشكال معماريه جديده تحقيقا لرؤيه وزاره الاوقاف في تطبيق نماذج هندسيه لا تخلو من الجمال. من محافظه بورسعيد، وليد هيكل، التلفزيون المصري.